بودكاست عن البيئة يا زلمة. مش شايف الحروب والوضع الاقتصادي الزفت؟ حبيبي فاكر نفسك فين؟ عايش في أوروبا ولا أمريكا؟ ده اللي كان ناقصني. حد يقول لي زبالة؟ إنه منصة صوت معروف حيوانات. شو في العالم العربي؟ مو لاقي البيئة تحكي. هاي بعض الردود اللي بتلقاها كل ما أفتح موضوع البيئة. تنزل علي الاتهامات أني غير مدرك لأولويات منطقتنا وأني ما أعطي أهمية للحيوانات أكثر من الإنسان. طبعاً لما نكون مقتنعين أنه البيئة إشي مبهم ومنعزل عنا طبيعي كتير أنه يكون في ادعاءات مثل هيك ضدي. بس فعلياً البيئة هي مش إشي خارجي، إحنا جزء منها وهي جزء منا. يعني لو هي تضررت إحنا البشر خاصة العايشين منا بالمناطق الأفقر رح نتضرر كمان، والعكس صحيح. من هون انخلق هالبودكاست. أنا علي عطاري بقدم لكم بودكاست مد وجزر اللي رح ناخد ونعطي فيه لحتى نفهم بيئتنا أكتر.